بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. أولا أنا فرحان قوي أن أنا أجي أقعد معاكم، وعشان بس تبقوا عارفين يعني عشان خاطر أنبا يوحنا. حقيقة العلاقة اللي بيننا من سنين طويلة، كنت أنا لسه شاب خلوة بيروح ويجي، وكنت بحب دير السريان جدا، وكان وقتها نيافة أنبا متاوس لسه متجلس جديد على الدير، وأنا كنت بروح إيه أصلي هناك. كان الأبهات من ضمنهم أنبا يوحنا، تعال أنت بتاع كده أصلي، أنت قول يلا قول عايز تقول إيه، مش عارف لحن كذا قول، مش عارف كده قول. المهم لفت الأيام، وساعة ما جيت أترهبن رحت اترهبنت في البراموس، لكن العلاقة مع الأبهات كانت مستمرة لسنين طويلة. كنا احنا نروح في عيد أنبا يحنس كاما نصلي في السريان، والأبهات يجوا في عيد أنبا موسى يصلوا عندنا في البراموس، واستمرت العلاقة لسنين طويلة. وربنا شاء ان احنا لما ننزل الخدمة ننزل في يوم واحد ونترسم للإبرشية في نفس اليوم. فالعلاقة يعني أقول لك لأكثر من 15-17 سنة فاتت. ربنا يديم المحبة، وأنا فرحان إن هو عزمني النهاردة عشان أجي أقلب دماغكو. فاللي عايز يتقلب دماغه يقعد، اللي مش عايز يروح من دلوقتي، اللي عايز ينام يروح برضو، إحنا مش هننام هنا، ماشي؟ اتفقنا. نبتدي مع بعض النهاردة. هنتكلم عن الأصفار القانونية التانية. وليه تسمت أصفار قانونية تانية؟ عشان نبتدي الموضوع من أوله لازم نسأل، أو نبتدي بالترجمة السبعينية. إيه حكايتها؟ كلنا عارفين أن الكتاب المقدس العهد القديم كتب باللغة العبرية، كتب بالعبري، لكن اليهود في العصور القديمة بعد ما ابتدوا يخرجوا بره أورشليم كان أقرب مكان ليهم اسكندرية، وكان في تجمع يهودي كبير في اسكندرية. الكلام ده يا جماعة حوالي 400 أو 500 قبل الميلاد، قبل المسيح خالص. ابتدى التجمع ده يبقى تجمع كبير، لدرجة إن اسكندرية القديمة لما تبص على الخريطة بتاعتها يقول لك هنا الحي اليهودي، كان منطقة عايشين فيها أغلبهم يهود. لما جه الإسكندر الأكبر وبنى اسكندرية وابتدى يعمل الفتوحات بتاعته، اتقسمت المملكة بعديه لأربع ممالك. اسكندرية كانت من نصيب البطالمة، بطليموس الأول والثاني والثالث، ورص بعد كده بطليموس كتير. الأولاني كان مهتم بالمعمار، بيكمل مدينة اسكندرية اللي ابتداها الإسكندر. بطليموس الثاني كان مهتم بالفكر، وبالتالي أنشأ ما يسمى مكتبة اسكندرية، وعمل مكتبة هي أروع مكاتب العالم القديم، تضاهي أثينا وروما كمكتبة. وابتدى يجمع فيها المخطوطات الأصلية لكبار المفكرين اليونانيين، لدرجة إن هو علشان بتوع أثينا يدوله الأصول بتاعت أفلاطون وبتاعت أرسطو وبتاعت الفلاسفة الكبار، هو قال إيه؟ قال أنا عايز أنقل منها نسخة. فقالوا له موافقين، بس تسيب شحن الذهب مكانها علشان ترجع المخطوطات بتاعتنا تاني وانقل النسخة بتاعتك. عمل ايه هو؟ نقل النسخة واداهم النسخة وتنازل عن شحنة الذهب. قال لك انا احتفظ انا بالايه؟ بالاصل. وبالتالي الراجل بطليموس التاني ده كان اسمه بطليموس فيلادلفيوس. اليهود بقى راحوا قالوا له ايه؟ قالوا له ده احنا عندنا التوراة بتاعتنا تستاهل ان انت تحتفظ بنسخة في هذه المكتبة. قال لهم بس المكتبة دي يوناني بس مش عبري. قالوا له خلاص، انت تطلب من رئيس الكهنة يبعت لك شيوخ يهود يجيدوا اللغة الايه؟ اليونانية.
وييجوا هنا يترجموا هذه التوراة للنسخة الايه؟ اليوناني. وفعلا ده حصل سنة حوالي 300 قبل الميلاد. بعتوا 72 شيخ من شيوخ التوراة اليهود الذين يجيدون اليونانية، وابتدوا يقسمهم في جزيرة اسمها جزيرة أنتيرودس اللي كان عليها الفنار زمان في اسكندرية. الجزيرة دي غرقت، بس قعدوا على الجزيرة دي وابتدوا يترجموا. فين؟ ابتدوا الأول بأسفار موسى الخمسة، وبعدين دخلوا في الأسفار النبوية والأسفار التاريخية. خدت ايه؟ مراحل. ولما خلصت الملك اداهم عطايا جزيلة كتير قوي، ان بقى عندهم نسخة يونانية من هذه الأسفار القيمة، وتسمت الترجمة دي الترجمة السبعينية، على اعتبار ان اللي ترجموها 72 مين؟ شيخ من شيوخ بني إسرائيل. إذن الترجمة السبعينية هي الترجمة اللي استخدمها بعد كده كتاب العهد الجديد. العهد الجديد لما استشهد بالعهد القديم ما جابش النص العبري، لكن جاب النص بتاع الترجمة ايه؟ السبعينية. يبقى أول حاجة إن ده النص اللي اعتمد عليه كتاب العهد الجديد، سواء بقى متى استشهد كتير قوي في العهد القديم، بولس استشهد كتير في العهد القديم، كل الاستشهادات أو كل الاقتباسات اللي موجودة معانا في العهد الجديد مأخوذة منين؟ من الترجمة السبعينية. جه بعد كده آباء الكنيسة، آباء الكنيسة من أول القرن الثاني للقرن الخامس، اللي هم آباء الكنيسة الكبار، أثناسيوس، كيرولوس، كل دول لما اقتبسوا من العهد القديم عملوا ايه؟ اقتبسوا من الترجمة الايه؟ السبعينية. إذن واضح أن هذه الترجمة لها ثقل كنسي كبير. لكن حصل مشكلة، إن المسيحيين لما ابتدوا يستشهدوا بهذه الترجمة كتير، اليهود قال لك لا، احنا عايزين الترجمة ايه؟ نرجع للأصل العبري. وبالتالي حصل نوع من الاختلاف، ايه هو قانون الايه؟ الأسفار. ففي أسفار اتوجدت في النسخة السبعينية لكن ما اتوجدتش في النسخة بتاعت عزرا من الأصل العبري. فاليهود قال لك لا، احنا هنلتزم بالمجموعة الأسفار اللي جمعها عزرا، في حين أن الكنيسة قالت لا، احنا هنلتزم بالترجمة السبعينية بكل اللي فيها. هنا حصل مشكلة لبعض الأسفار، إن ما كانتش موجود الأصل العبري بتاعها أيام عزرا، فبالتالي لم تحسب بالنسبة لليهود، لم تحسب قانونية. لكن الكنيسة منذ اللحظة الأولى بتعتبر هذه الترجمة ترجمة قانونية. لما جم إخواتنا البروستانت يطبعوا الكتاب المقدس التزموا بالإيه؟ بالقانون اليهودي بتاع عزرا، وبالتالي الترجمة اللي في إيدينا في الكتاب المقدس هي الترجمة للقانون العبري اللي بتاع اللي اتعرف أيام عزرا. لكن الكنيسة استشهدت بهذه الأجزاء، الكنيسة اعترفت بهذه الأسفار، فعشان كده طبعوها في كتاب لوحده اسمه الأسفار القانونية الايه؟ الثانية. إذن هي أسفار قانونية الكنيسة تعترف بيها، والكنيسة تقرأها في صلواتها الليتورجية. وزي ما هنقول بعد كده هنبتدي نعمل رحلة داخل الأسفار القانونية دي. هنعمل المحاضرة دي على شكل نصين، نص الأولاني هيبقى جزء نظري، هنعدي كده على الأسفار بسرعة مقدمة سريعة لكل سفر، وبعدين هنعمل جزء عملي. الجزء العملي ده هيبقى عبارة عن نصوص من كتمارس الكنيسة لكنها متاخدة من الأسفار الايه؟ من أسفار القانونية التانية. ماشي؟ أول سفر طبعا هو سفر طوبيا. كاتب السفر هو طوبيا الابن أو طوبيا الكبير، وكتب في الشتات، ك
كلمة الشتات معناها إن اتكتب في المناطق بعيد عن فلسطين، في المناطق بعيد عن فلسطين. والاحتمال الأكبر إن هو كان لما كان في السبي، فبالتالي كان يا إما في أنطاكيا يا إما في ما بين النهرين. زمن كتابة السفر حوالي القرن السادس أو السابع قبل الميلاد، بعد خراب نينوى. عشان كده بنأكد أو بنقول إن السفر ده اتكتب ما بين النهرين، بمعنى منطقة قريبة من نينوى والمنطقة اللي إيه اللي كان عايش فيها. لكن هو بعد ما خربت نينوى كان اتنقل في مكان تاني. الأحداث اللي جت في السفر حدثت قبل خراب نينوى، فعشان كده احنا بنقول ان هو اتكتب في القرن السادس قبل الميلاد. انا بس بقول لكم ازاي بيحددوا تاريخ السفر. بيبقى في حاجة اسمها الأدلة الداخلية. أدلة داخلية يعني من السفر نفسه الأحداث دي بتدور. كانت نينوى لسه مدينة عمرانة، وبعدين قال له اخرج منها لان المدينة دي هتتدمر حسب ما يونان النبي قال، فبالتالي اخرج من هذه المدينة. خرج منها وفعلا المدينة اتدمرت. يبقى احنا كده بنحاول نحدد تاريخ كتابة الايه، تاريخ كتابة السفر. طبعا مذكور فيها ان العملة كانت وقتها هي الدرهم، ودي كانت عملة فارسية اتذكرت في سفر عزرا واتذكرت في سفر نحمية. أقدم نسخة موجودة للسفر ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، لأن احنا بنتكلم عن مخطوطات قمران. المخطوطات دي من المخطوطات المهمة قوي يا جماعة. ليه؟ لأن اتوجدت في صحراء الأردن في منطقة اسمها قمران زلع محطوط فيها رقوق مكتوبة بالعبري القديم. مكتوبة بالعبري القديم. ايه اهمية المخطوطات دي؟ المخطوطات دي ترجع للقرن الاول قبل الميلاد او بعد الميلاد، يعني في الحتة اللي هي بتاعت زيرو ميلادية يعني. والنصوص اللي جوه مطابقة للنصوص اللي بايدينا النهاردة. هي دي اهميتها، ان دي تقريبا حتى الان أقدم مخطوطات تحت إيدينا نقدر نشوفها وندرسها ونقراها. مش هنقول منقولة من مخطوط تانية، طبعا منقولة من مخطوطات تانية، لكن فيها أجزاء كاملة من العهد القديم، من ضمنهم جزء كبير من سفر طوبيا. اليهود اعتادوا على عمل نهرين للكتابة. خد بالك إن اليهود بعد ما رجعوا من السبي كانت اللغة العبرية ضعيفة، واللي بيفهموه أكتر اللغة الآرامية. هم على فكرة العبرية والآرامية والعربية التلاتة ولاد عم في اللغة، في حاجات كتير متشابهة بينهم. بس لما رجعوا من السبي كانت اللغة العبرية ضعيفة بالنسبة للشعب، فكانوا بيقروا الآرامية أكتر. ففي مرحلة معينة ابتدوا يكتبوا نهرين، نهر عبري وجنبيه نهر آرامي، وبعدين خدوا الأرامي لوحده وحطوه في كتاب اسمه الترجمة الآرامية، أو بيسموه كلمة ترجوم. ترجوم يعني إيه؟ يعني ترجمة. وعشان كده بقول لك إن الثلاث لغات دول قريبين من بعض، فعملوا الأرامي كله في كتاب لوحده وسموه الترجوم. ليه بيقروا الترجوم؟ لأن الناس مش بتفهم العبري كويس، فبقوا يقروا باللغة اللي الناس إيه؟ بتفهمها. السفر شدد على التمسك بالوصايا، رفض أطعمة الأمم. فين في الكتاب المقدس تاني بنشوف النقطة دي؟ أنا قلت اللي عايز ينام ينام في حتة تانية مش عندنا. حاول تاني الجملة. السفر بيؤكد على التمسك بالوصية ورفض أطعمة الأمم. هايل كده، الناس صحية ايه فعلا. ودانيال في نفس النقطة دي اللي بتقول انه رفضوا اطعمة الايه؟ الامم. هذين الامرين قد عالجهما قبل ذلك سفر دانيال الذي جرت احداثه تقريبا في نفس الزمن في القرن السادس قبل الميلاد. مخطوطات قمران بتؤكد ان هذا السفر له اصل ارامي او اصل عبري. والنسخة اليونانية المأخوذة
أخذت من العبري. يبقى معنى كده أن كان له أصل في العبري لكن الأصل ده يمكن يكون فقد. أغراض السفر: أول حاجة أن الإنسان يعيش أمينا لله ويستغل موهبته أن يخدم الآخرين، أهمية الصدقة وأعمال الرحمة. طبعا أنتوا فاكرين قصة السفر، مش عايز أحكيها عشان ما نضيعش وقت كتير، لكن كلنا عارفين قد إيه الراجل، لأنه كان إنسان أمين في حياته مع ربنا اللي هو الأب، عينيه دخل في تجربة ومش شايف، وكانت البنت سارة عايشة في بيت أبوها لسه، وكان كل ما تتجوز حد يعني يجي شيطان ويعمل فيه كذا ويقتله، فبالتالي كانوا الاثنين في ضيقة شديدة، طوبيا الكبير والبنت اللي هي سارة عشان ما يعني ملهاش أي ذنب، لكن بتحس إن كل واحد بتتجوزه بيموت. فبالتالي عايز يقول أن الضيقات هي جزء من الحياة، وأن الرب يعمل إيه؟ بينجينا من كل شدة، وده واضح فين؟ في آخر السفر، ده واضح في آخر السفر. محبة الملائكة وخدمتهم للبشر طبعا واضحة في قصة رفائيل الملاك اللي صاحب مين؟ صاحب طوبيا في الرحلة كلها. لو اللي ياخد باله من السفر يلاقي الملاك ما عملش حاجة بإيده، لكن كان دايما بيشاور لطوبيا اعمل الحاجة الفلانية، هنروح في الحتة الفلانية، هنبات في الحتة الفلانية، خد الكبد شيله على جنب عشان هنعمل بيه حاجة قدام. واخدين بالكم؟ الملاك ما عملش هو حاجة، الملاك كان بيشاور لطوبيا، وطوبيا الابن كان مطيع للملاك، علشان كده نال حاجات كتير حلوة في الآخر. ودي نقطة لازم نفهمها كويس، إن الوصية معروضة عليا، وأنا لو نفذتها هكسب حاجات حلوة كتير، لو ما نفذتهاش وركبت دماغي الملاك مش هيعمل حاجة لوحده، هو بس بيشاور. الوصية بتقول كذا، بتقول إن البنت دي أنت أقرب واحد ليها تقدم لها وتجوزها. قال له ده في ناس ماتت يا عم، أنت عايز تموتني معاهم؟ قال له لا لا لا، ده ربنا حفظها لك أنت. إذن هي إيه؟ بيدي وصية، بيدي اتجاه أمشي أنا فيه. ودي نقطة مهمة وواضحة جدا فين؟ في السفر. طبعا قدسية الزواج، وإن احنا مش بنتجوز عشان شهوة، لكن بنتجوز لكي نكون أسرة صالحة مسيحية فعلا حقيقية. في مجمع لازم برضو نقول عليه، اسمه مجمع يمينة أو يمنة، ده كان سنة 90 ميلادية، هو ده المجمع اللي قنن أصفار عزرة ورفض بقية الأصفار، قنن الأصفار المجموعة مع أيام عزرة ورفض بقية الأصفار. لكن في نفس الوقت جماعة الأسينيين اللي هم بتوع قمران كانوا بيستخدموا هذا السفر، وزي ما بقول لقينا جزء كبير منه في زلعة من الزلع بتاعة مخطوطات قمران، 5 أجزاء من سفر طوبيا وبعض أجزاء من سفر يشوع ابن سيراخ. ماشي. السفر الثاني هو سفر يهوديت. القصة دي هي قصة أزمة، يعني لو تاخدوا بالكم طوبيا كانت الأزمة دايرة حوالين طوبيا وعيلته بس، لكن القصة الثانية بتاعت طوبيا آسف يهوديت كانت أزمة خاصة ببلد بحالها، كان اسمها بيت فلوى، وكان الملك عايز بعد بعثة ضخمة جدا علشان يهيئ الطريق قدام الملك لما يجي بعد كده يعني، فبالتالي كان قدامه بيت فلوى دي لازم يعمل فيها ايه؟ يخلص عليها. فالناس نصحوه قالوا له انت ما تتعبش نفسك، الجماعة دول لهم إله قوي، انت احسن حل تعمل ايه؟ تقطع عنهم المية والاكل، هيجوعوا ويسلموا لك ايه؟ لوحدهم. هيسلموا لك لوحدهم.
وهم اللي هيسلموا لك الايه المدينه. تيجي شخصيه يهوديت انسانه تقيه ارمله قالت انا بقوه ربنا هقدر انتصر على هذا الايه القائد الجبار. هنسال سؤال تاني، هل الحدوته دي شفناها في الكتاب المقدس قبل كده؟ كتير. مين؟ ها؟ استير. هايل. ايه تاني؟ داوود قدام جلياط. اذا القصه اساسيه هي ان قوه الله نقدر ان احنا نتكل عليها، والذين يتكلون على الله لا يخزون. مهما كانت المرأة دي أو الأرملة دي ضعيفة، لكن استطاعت إنها إيه تنتصر على هذا العاتي اللي هو قائد الجيوش. واخدين بالكم؟ إذن هنا في مضمون لازم نطلع منه. كاتب السفر احتمال الأكبر هو يهوديت نفسها دونت ما حدث ووضعته ضمن الهدايا التي أهدتها إلى الهيكل، وصاحب هذا الرأي هو القديس إيرونيموس. واضح طبعا ان هذا السفر انتشر بين اليهود اللي موجودين في اسكندرية. وايه الدليل على كده؟ ان احنا نلاقي مخطوطات كتير في اسكندرية اجزاء من هذا السفر. تاريخ كتابة السفر، الفترة ما بين القرن السابع قبل الميلاد لأن أرفكشاد المذكور كمالك لميديا معروف أن هذه المدينة بنيت حوالي سنة 700 قبل الميلاد. النسخ الأصلية للسفر الأرجح أنها عبرية وليست أرامية، حيث يشير القديس جيروم إلى نسخة مفقودة تعتبر هي النسخة الأكثر تمثيلا للنص السامي أو النص الذي أخذ منه اللي اترجم عنه للعبرية. قديس كليماندوس الروماني اللي هو كان بابا روما في سنة 90 بيشاور على هذا السفر وبيقتبس منه. إذا احنا من سنين مبكرة زي ما قلت قبل كده لآباء الكنيسة المختلفين ابتدوا يستشهدوا بهذه الايه بهذه الأسفار. عندنا شهادة من جيروم، عندنا شهادة من إيرونيموس، عندنا شهادة من كليماندوس الروماني، ودول كلهم في القرن الثاني الميلادي. الشيء بقى الغريب والحلو في هذا السفر بالذات أنه يقرأ في الهيكل في عيد اسمه عيد الحانوكا، عيد التجديد. ده العيد اللي كان المسيح ماشي في رواق سليمان في إنجيل يوحنا وسألوه إلى متى تعلق نفوسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا. ده عيد التجديد. في هذا العيد بالذات كانت تقرأ هذا الإيه هذا السفر، فهو مستخدم في العبادة اليهودية الجماعية في عيد الحنوكا أو عيد التجديد المذكور في يوحنا 10. ويشير القديس كليماندوس الروماني زي ما قلت إلى السفر في رسالته إلى كورنثوس، وده كان سنة أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، وقال أن هذا السفر كان موقرا عند اليهود ولكن ليس بمرتبة الأسفار الأخرى. إحنا نعرف أن اليهود بيستخدموا نشيد الأنشاد في عيد الفصح، وبيستخدموا رعوص في عيد الحصاد، بيستخدموا الجمعة في عيد المظال، بيستخدموا استير في عيد الفوريم، بيستخدموا مراسي أرمية في ذكرى خراب الهيكل، وبيستخدموا يهوديت في عيد التجديد أو اللي بيسموه الحنوكا. الذي يجب الإشارة إليه هو أن كنيسة الإسكندرية كانت على مر التاريخ بعيدة عن الصراع حول قانونية السفر، حيث قبلته منذ البداية مستندة على قوانين الآباء الرسل وتعاليمهم والمجامع المقدسة. يصور السفر الجهاد المستمر للنفس في العالم وتربص الشيطان المخيف المرعب لها.
هو وجنوده، ولكن النفس المجاهدة تتسلح بالصلاة، تلجأ إلى الوسائل المتاحة علشان تقاوم الشيطان وقواته. ودائما ينتصر الرب يسوع وتنهزم قوات الشر. تظهر يهوديت في السفر كمثال للورع اليهودي، ممثلة في الطاعة للناموس، تستمد قوتها من الله في مواجهة الأعداء، تعطي مثالا حيا لكل خادم يواجه مشاكل أو اضطرابات. احنا قلنا الضيقات كانت في سفر طوبيا على مستوى عيلة، الضيقة هنا كانت على مستوى بلد كلها اسمها بيت فلوة. السفر الثالث اللي هنتكلم عنه هو سفر الحكمة. سفر الحكمة، كاتب السفر هو سليمان ابن داود اللي كتب الأمثال والجمعة ونشيد الأنشاد. واللطيف ان هو بيعلن عن اسمه في أول السفر، يقول إنه ملك وقاضي لشعب إسرائيل وجالسا على عرش أبيه الذي أمره ببناء الهيكل. ويظهر من اسلوب الكاتب انه متماثل مع اسلوب سليمان في بيت الاسفار. القديس كليمندوس السكندري، وده كان عايش في القرن الثالث، قال ان هذا السفر اسمه حكمة سليمان، وكذلك العلامة ترتليانوس اللي كان عايش في القرن الثالث بس كان عايش في قرطاجنة في الناحية اسمها شمال افريقيا. واتفق معهم ايضا اوريجينوس، وطبعا احنا عارفين ان اوريجينوس هو احد علامات دراسه الكتاب، يمكن كان له اخطاء في بعض المجالات عشان كده دايما بنقول عليه العلامه اوريجينوس. زمن كتابه السفر حوالي 1000 سنه قبل الميلاد. كان سندا مهما ضد الافكار اليونانيه التي كانت سائده في الأسكندرية. سفر الحكمة تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، أقرت قوانين الرسل قانونية هذا السفر مثل مجامع إيبون وقرطاجنة، المجمع في الكنيسة الكاثوليكية أكثر من مجمع القسطنطينية. شهد الآباء الأولين بقانونيته، قديس كليمندوس الروماني، كليمندوس السكندري، العلامة أوريجينوس، ديونيسيوس السكندري البابا الـ12، بابا أثناسيوس 20، يوسيبيوس القيصري، إيرونيموس، كلهم استشهدوا بهذا السفر. طبعا من ضمن الأجزاء المهمة قوي في هذا السفر جزء هنقراه بس في الآخر، عن أن المسيح هو الكلمة. يقول لك كده بيتكلم عن الأقنوم الثاني، المسيح إلهنا الحكمة الأزلية، قايل كده لأنها الحكمة ضياء النور الأزلي، مرآة عمل الله النقية، صورة جودته. هنقرا الكلام ده، وده لو تاخدوا بالكم هتلاقيه بولس الرسول خده لما قال بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته في سفر العبرانيين. غرض السفر هو بيكلم يعلن قوة الله التي تنتصر على حروب الشياطين، إعلان أسباب الخير والشر، إظهار بركات الله، الحكمة مصدرها روح الله، الحكمة السماوية. أقسام السفر عندنا 3 أقسام، قسم الأول الـ5 إصحاحات الأولانيين يعالج قضية جزاء الله في الأبدية للأبرار والأشرار، قسم الثاني من 6 لـ9 يعالج قضية الحكمة، ودي بقول إن هي فيها الجزء الأساسي اللي بيتكلم عن المسيح كحكمة الله. القسم الثالث يتكلم عن تأثير الحكمة في التاريخ، حيث يتناول خروج بني إسرائيل من مصر والضربات التي أصابت المصريين. بيدخل تحت بند أسفار الحكمية، عندنا في الكتاب المقدس مجموعة أسفار زي أيوب و ها حنام تاني هو سيدنا إزهر، ها أيوب وإيه المزامير والجمعة نشيد الأنشاد والأمثال، كله دي أسفار حكمية.
كتب سليمان هذا السفر في إطار رغبته في الوصول إلى الحقيقة، وقد تم التركيز في السفر على مناقشة الضغط العقائدي الوثني في الشعوب المحيطة. عشان كده كتب لنوعين من الناس: اليهود اللي تركوا الشريعة وانبهروا بالعالم، واليهود الذين يعانوا من اضطهاد الأمم ضد الشريعة بتاعتهم. سفر رقم 3 اللي هنتكلم عنه سفر يشوع ابن سيراخ. 4؟ ايه ده، في ناس نصحى بقى، ده في ناس نصحى. ماشي صح كده، 4. سفر يشوع ابن سيراخ هو يعكس التطور في الحضارة والفكر اليهودي وقت الفترة اللي عاش فيها ابن سيراخ. تناول الكثير من نواحي الحياة اليهودية في عصره. والسفر ده بيشهد في الأول إن الحفيد قال: يا جماعة، الكتاب اللي كتبه جدي ده يستاهل إنه يترجم للغة اليونانية عشان الناس تستفيد بيه. هو شاهد كده في أول السفر، وقال إن في أجزاء صعبة قوي علي إن أنا ترجمها، لكن أنا هحاول قدر المستطاع. يشوع كان من وجهاء أورشليم وأحد حكماء اليهود، درسوا التوراة واختبروا الحكمة وكتب فيها، واجه الكثير من التجارب والضيقات غير أن الرب خلصه منها. كاتب السفر هو حفيد ابن سيراخ، كما يتضح من الأصول العبرية، اسمه سمعان ابن يشوع ابن أليعازر ابن سيراخ، وهو برضو ذكر اسمه في الأول. تاريخ كتابة السفر يقول لك عاش 200 سنة قبل الميلاد، ويرجع السفر إلى 180 قبل الميلاد. اللغة الأصلية للسفر كانت الأرامية، هي اللغة الدارجة يستخدمها الكثير من اليهود في فلسطين، بينما كانت العبرية هي لغة الدارسين. يعني المسيح لما كان في حياته على الأرض كان بيتكلم الآرامية. هناك إجماع عام على أن النسخة الأصلية للسفر قد دونت باللغة العبرية حتى قبل اكتشاف أجزاء منها في مخطوطات. إيه قلنا من شوية؟ هايل. طبعا السفر ده من الأسفار الكبيرة، يعني عدد إصحاحات كتير. عندنا إصحاحات الجزء الأول من 1 لـ43 هي حكم ونصايح ووصايا لنوعيات مختلفة من الناس، للأباء والأبناء والرؤساء والمرؤوسين والأغنياء. القسم الثاني بيمجد الكاتب أفاضل الآباء اللي موجودين، والأنبياء والملوك والقادة والكهنة. القسم الثالث هو الإصحاح الأخير 51، يختم الكاتب السفر بالصلاة للرب معترفا بقدرته ومسبحا له على جوده ورحمته التي صنعها، حيث قبل صلاته في صباه ومنحه الحكمة. قانونية السفر: أكثر الأسفار قبولا حتى عند اليهود. مجامع الكنيسة الكاثوليكية، فلورنسا وقسطنطينية والفاتيكان الأول، كلهم يعني أقروا قانونية السفر. ورد السفر في قوانين الآباء للرسل هيبوليتوس، وآباء زي يوستينوس السكندري، ترتليان، أوريجينوس، كابريانوس، أثناسيوس، إبيفانيوس، جيروم، ماري إفرام، باسيليوس الكبير، غريغوريوس النيزيانزي، غريغوريوس النيسي، كيرولوس الأورشليمي، القديس يوحنا ذهبي الفم، كل دول آباء الكنيسة اللي أقروا قانونية هذا السفر. ها، اللي جاي نمرة كام؟ سفر باروخ. باروخ أنا قلت لكم من شوية إن العبري ابن عم مين؟ ابن عم العربي. الفعل عندهم اسمه زي الفعل بتاع بركة، بركة يعني واحد بركة يعني. فاسم الفعل عندنا بنسميه إيه؟ مبروك، مش كده؟ لو واحد هنسمي واحد يعني، أو هتقابل واحد تباركوا له تقولوا مبروك، مش كده؟ أو مبارك، ماشي؟ كل ده من الفعل بركة. باروخ برضو من فعل برخة، بس الكاف عندهم بتتقرأ خ، والمفعول اسم المفعول منه احنا عندنا يبقى مبروك، هم عندهم يبقى باروخ، يعني اسم المفعول بتاعهم على وزن فعول، واسم الفاعل عندهم على وزن فعل.
واخدين بالكم؟ مش مهم يعني، بس أنا عايز أقول إن باروخ معناها بالعربي تبقى مبارك أو مبروك. ماشي؟ ولد باروخ سنة 624، أبوه هو اسمه نيرية بن معاسيا، كان له أملاك، وهذا شجع باروخ إنه يبقى له كروم ومزارع. له أخ اسمه سرايا ابن نيرية، وده موجود في سفر أرميا. بعد موت الملك يوشيا، الملك يوشيا ده واحد من 3 ملوك كانوا ملوك أتقياء، سلسلة نسب المسيح اللي تقراها في إنجيل متى، اللي من أول إبراهيم ولا وا 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 لحد داود، وداود ويجي بعديه أربعام، والليستة دي كلها كلهم ملوك، كل نسل داود ملوك، لكن 3 منهم بس اللي يطلق عليهم ملوك إيه؟ أتقياء، والباقي من النوعية التانية، من النوعية التانية. من ضمنهم يوشيا كان واحد من الملوك الأتقياء. بعد ما تنيح كل الإصلاحات الدينية اللي عملها إيه؟ راحت. مين كان في وقتها؟ كان أرميا، وكان اللي بيساعده هو باروخ. يبقى بالتالي أرميا كان بيحاول إن هو يقول لهم يا جماعة توبوا، ما ينفعش كده، هيجي سبي، البلد دي هتخرب، المدينة هتولع، الهيكل هيتهد. قالوا له انت بتقول كلام صعب، احنا هنرميك في السجن. وفعلا رموه مرة في السجن ومرة في الجب، وكان يعني شاف ذل كتير. كان المساعد بتاعه اللي بيسموه ايه، اللي بيغسل ايديه، اللي واقف معاه دايما، هو مين؟ باروخ. لازم باروخ معلمه أرميا وتمتع بعشرته، فرأى الله في هذا الرجل العظيم حزن كل يوم على ابتعاد شعبه عن عبادة الله وعبادتهم للأوثان، ورأى رفض الشعب لكلام أرميا وبالأكثر الرؤساء الدينيين. رأى باروخ معلمه أرميا وهو يقف بباب الهيكل ويعلن نبوته للشعب ويدعوهم للتوبة، لأن السبي مقبل والمدينة ستحترق. ولكن قام عليه الكهنة وأمسكه كاهن اسمه فشحور ورماه في السجن، فحزن باروخ جدا لقساوة قلب الشعب. فيما كان أرميا في السجن لم يكن بإمكانه الذهاب إلى بيت الرب لإعلان نبوته، فطلب من تلميذه باروخ أن يسجل النبوة، ومين اللي هيقراها؟ باروخ. فسجل الكتاب أو الدرج، عارفين يعني إيه درج؟ درج يعني زي ورقة طويلة وتتبرم ايه؟ من ناحية واحدة، ده اسمه الدرج. درج الكتاب بيكتبوه يعني زي ورقة طويلة كده ويبتدي ايه؟ يبرموها ليقرأه في بيت الرب. مين اللي هيقرأه المرة دي؟ باروخ. وفي يوم الصوم حيث يزدحم الشعب الآتي لعبادة الله، ده كان في أرميا 36. فكان أرميا يملي النبوات على باروخ فيكتبها في الدرج، وهذا يبين إصرار أرميا على العمل النبوي حتى وهو مرمي في السجن. راح باروخ طاعة لمعلمه وقرأ الدرج في باب بيت الرب معرضا نفسه للموت. وبهذا الموقف طبعا اعتقدوا ان ده بيتنبأ عليهم بكلام صعب، فخدوا الورق وعملوا فيه ايه؟ قطعوه. فأمر الله أرميا أن يملي على باروخ إيه؟ درج تاني. فكتب باروخ كل نبوات أرميا مرة أخرى وزاد عليها أرميا. فأطاع باروخ وكتب درجا جديدا. كل ده كان هو إيه؟ تلميذ مع مين؟ مع أرميا. طبعا من ضمن النبوات أنه ستأتي بابل وأنها هتعمل سبي جديد للناس دي كلها. مرت سنوات وباروخ يشارك معلمه أرميا في احتمال الألم واضطهاد الشعب والرؤساء. وبعد موت يهوياقيم، يهوياقيم ده كان واحد من الملوك، تملك ابنه يهوياكين بالكاف. الاثنين صاروا في الشر، فقبض عليه جيش بابل وأرسله ليسجن في بابل، وملكه بعده صدقية عمه.
عندما بلغ باروخ 29 في السنة الرابعة الملك صدقية، ذهب صدقية لزيارة بابل وإعلان خضوعه لنبوخذ ملك نصر ملك بابل، وظل باروخ ملازما لمعلمه أرميا لحد ما تنيح. وعندما بلغ باروخ 40 من عمره هاجمت بابل على أورشليم وأحرقتها هي وهيكلها، وقبضت على صدقية الملك وقتلت بنيه وفقطعت عينيه، فأرسلته سجينا إلى بابل. لكن باروخ يعني قعد مكانه فين؟ في أورشليم. بعد استشهاد أرميا هجم نبوخذ نصر على مصر وخربها، وفي عودته أخذ معه باروخ، وهناك رأى باروخ اليهود في ذل العبودية. وفي بابل كتب نبوته في السنة الخامسة لخراب أورشليم، كان عمره وقتها 45 عاما، وقرأها على مسامع يهويكين الملك المسجون. وهذه النبوة دعا الشعب للتوبة والرجوع إلى الله بالبكاء والصوم والصلاة. عاش باروخ في بابل سنوات طويلة، وشاخ في بابل، وتتلمز على يديه عذرا الكاتب اللي هو رجع بالشعب لأورشليم، وابتدوا إنهم يجمعوا الشعب من السبي، رجعوا الشعب من السبي. لكن باروخ اتنيح عنده حوالي 90 سنة في بابل وما رجعش تاني أورشليم. كتب السفر أصلا باللغة العبرية، وهو يعتبر جزء مكمل لسفر أرميا. كثير من الآباء الأجيال الأولى شهدوا بقانونية السفر، قديس كليمندوس السكندري، قديس ديونيسيوس السكندري، البابا أثناسيوس الرسولي في كتاباته ضد أريوس، ترتليانوس، كبريانوس، أوسابيوس، كورولوس الأورشليمي، باسيليوس، ويوحنا ذهبي الفم. كل دول اتكلموا عن هذا السفر. القسم الأول من السفر يشمل الإصحاحات الخمسة الأولى، والقسم الثاني الإصحاح السادس والأخير اللي مكتوب باسم رسالة أرميا. يهمني قوي في رسالة أرميا، يقول لك يتضمن الرسالة التي بعث بها أرميا بيد باروخ إلى اليهود الذين أزمع بابل أن يسبيهم ويسوقهم نظير إخوتهم إلى بابل، يوضح فيها فساد عبادة الأوثان ويحذرهم من السجود للأصنام، ويقول لهم أن هذا السبي هيستمر حوالي 70 سنة. ولو تاخد بالك تلاقي في دانيال يقول لك بعد انتهاء 70 سنة الذي أشار إليها أرميا وقفت لأصلي. السفر اللي جاي نمرة كام؟ عندنا المكابين أول ومكابين تاني، سفرين مع بعض. من المؤكد أن السفرين كتبوا قبل سنة 63، ليه بنقول كده؟ لأن كانت وقتها اليهودية صارت ولاية رومانية، كان الأول تحت الحكم السلوقي، وسلوقس ده كان واحد من القواد بتوع اسكندر الأكبر، كان واخد الجزء بتاع فلسطين وسوريا. وقلنا مين وقتها اللي كان واخد في مصر؟ بطليموس، ماشي. فهم كانوا تبع المملكة السلوقية، وبعد المملكة السلوقية روما احتلت العالم. ولو فيكم حد يعني يعرف تاريخ يلاقي ان المملكة البطالمة سقطت في عهد ملكة مشهورة قوي، كليوباترا، صح كده؟ اسمها كليوباترا سيا، ودي كانت المعركة بتاعت أوكتيوم بتاعت مارك أنطونيو وكليوباترا. وصار أوكتافيوس هو سيد البحر المتوسط، كده انتصر على مملكة البطالمة، دخل على مملكة السلوقيين، وأصبحت البحر المتوسط كله مملكة أو بحيرة رومانية. الكلام ده حصل حوالي سنة 30 قبل الميلاد. ولو تاخد بالك أوكتافيوس سمى نفسه أغسطس قيصر، والمسيح قد ولد يقول لك بأمر من أغسطس قيصر
أمر إن كل واحد يكتتب في البلد بتاعته. فاكرين الأمر ده؟ ده معناه إيه؟ أن سيد هذه المناطق هو اللي هو أغسطس قيصر، اللي هو كان اسمه أوكتافيوس وغير اسمه لما بقى قيصر لروما. في الوقت ده بقى أصبحت اليهودية ولاية رومانية. كتب بقلم شخص عاصر كل صراع المكابيين. ويوحنا هيركناس توفى سنة 501، كان قد خلف سمعان منذ عدة سنوات، وكان يرى بعض العلماء أن يوحنا قد مات عند اكتمال هذا السفر. يعني معنى كده أن هو اتكتب قبل ما تصبح ولاية رومانية. إيه القصة بتاعت هذا السفر؟ أنه بيحكي أسرة اسمها أسرة يهوذا المكابي، عشان كده الأسرة اسمها المكابيين. ودول كانوا ضد أن اليهود يسيبوا الشريعة بتاعتهم، وبالتالي كانوا بيراعوا الختان، الأكلات الطقسية، التطهيرات، وبيقاوموا ما يسمى الغزو أو الأفكار الوثنية اللي بتغزو فلسطين. وهتلاقي أن السفر ده كله بيتكلم عن جهاد هذه الأسرة لكي تحافظ على الوصايا، تحافظ على الناموس اليهودي في هذه المنطقة، وإلا كله كان هيبقى إيه؟ يعني يخرجوا من الناموس اليهودي ويقلدوا اليونانيين في حياتهم. اللغة الأصلية للسفر كتب بالعبرية، ولكنه ترجم مع الأصفار إلى اللغة اليونانية. يؤيد ذلك القديس جيروم والعلامة أوريجينوس أن هذا السفر له الأصل العبري. أما النص اليوناني الذي أخذت عنه جميع الترجمات فهو موجود في جميع مخطوطات الترجمة السبعينية، سواء السينائية أو السكندرية. وعلى فكرة أغلب مخطوطات الكتاب المقدس، يعني زي السكندرية والسينائية والحاجات دي، وجدت في مصر. حد يعرف ليه؟ اشمعنى مصر يعني؟ خدوا بالكم ان مصر بلد البردي، فبالتالي كل دي مخطوطات كتبت على بردي. وحاجتين لازم تبقى واخد بالك منهم، ان مصر كانت محبة للكتاب المقدس والبردي تحت ايديهم، وهناك من يستطيع انه يمول كتابة مخطوطات. يا جماعة انت ما تتصورش ان انا هنزل اروح المكتبة اشتري كتاب وارجع، ده في واحد بيقعد ينقل لك مخطوط ممكن يقعد يشتغل فيه سنة واثنين وتلاتة عبال ما ينقله، وبياخد اكيد. فكون ان في مخطوطات كتير وجدت في مصر من انواع كتاب مقدس كتير، ده يدل على ان اولا مصر فيها برد كتير، او هي بلد البردي. تاني حاجة انها بيحبوا الكتاب المقدس. تالت حاجة ان في ناس تقدر تمول هذا المشروع، ودي بركة لينا احنا هنا في مصر وبالاخص في الصعيد. ليه؟ لان الصعيد جوه جاف، فالمخطوطة ممكن تعيش الاف السنين في الصحراء وما تتأثرش. لو انا عندي مخطوط في بحري، البحري الرطوبة عالية فما يقعدش كتير. دي كلها عوامل ساعدت ان صحراء مصر فيها مخطوطات ضخمة اتوجدت، والعلماء بيقولوا ان ممكن يبقى فيه اكتشافات تانية كتير قدام. فموجودة الاسفار دي، المكابين اول وتاني، موجودين في النسخة السينائية والنسخة السكندرية. الترجمات عندنا ترجمات سورياني وعندنا ترجمات لاتيني. قانونية السفر زي ما قلنا ان مستشهد بيها في حتت كتير ومجامع كتير. مثلا في القانون رقم 55 من المجموعة الثانية للرسل الأطهار، قوانين مجمع نقيا 325، قوانين مجمع هيبو 393،
مجمع قرطاج الثالث 397، مجمع قرطاج 419، مجمع القسطنطينية مش قسطنطينية بتاعنا احنا، من قسطنطينية الثاني بتاع اخواتنا الروم الارثوذكس، ذكرت في قوانين الشيخ ابن العسال في كتاب الصفي ابن العسال، ذكرها القس شمس الرياسة ابن كبر في مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، القديس كليماندوس والقديس كليماندوس الروماني، العلامة ترتليان، كبريانوس أسقف كورتاجنة، أوريجينوس، هيلاري أسقف بواتيه، باسيليوس الكبير أسقف قيصرية، البابا أثناسيوس الرسولي. وصلنا لكام سفر دلوقتي؟ خد بالك دول اتنين مكابين، كان واحد واتنين. ها بقى كام؟ ماشي، عندنا جزئين، تكملة سفر أستير وتكملة دول مذاكرين. دول مذاكرين، دول جايين مذاكرين يعني. ماشي، تكملة سفر أستير وتكملة سفر دانيال. ماشي، اولا تكملة سفر أستير هنلاقي صلوات واحلام واضحة في هذا الجزء. ايه الحكاية؟ مردخاي الأول رأى أصوات ورعود وزلازل واتنين تنينين بيتصارعوا، والينبوع اللي خرج هو أستير التي استخدمها الله لخلاص. الأصوات هي الناموس ورموز العهد القديم التي سبقت مجيء السيد المسيح الذي ظهر كينبوع صغير أفاض علينا بمياه روحه القدوس، وهي شمس البر أيضا، فإن ما فعلته أستير كان رمزا للخلاص. صلاة مردخاي يقول لك أنك تعلم إني لا أتكبرا ولا احتقارا ولا رغبة في شيء من الكرامة فعلت هذا، إني لم أسجد لهامان، لكن هامان كان بيطلب نوع من العبادة، فإني مستعد أن أقبل أثار قدميه، لكن هو بيطلب نوع من الخضوع والعبادة، ومردخاي مصر أن الخضوع والعبادة هي لله وحده. أستير أيضا صلت لأنها تكره أبهة الملوك اللي هي بتلبسها، لكن لأجل أن هذا قد وضع عليها فهي تسجد لله، تعبد الله، ولا تتلذذ لا بالقصر ولا بولائمه. لما مردخاي طلب من أستير إن هي تدخل للملك، لو تاخدوا بالكم في السفر بالذات الإصحاح الأولاني يقول لك كده إن كل واحدة بتخش للملك، وبعد ما تطلع من عند الملك تخش بيت تاني غير اللي كانت فيه في الأول، ولا تدخل إلا لو الملك إيه؟ استدعاها. كون ان أستير تدخل في غير مناسبتها ده معناها ان ممكن انها تتعدم. فقالت له صلوا 3 ايام وانا هخش اقابل مين؟ اقابل الملك. ربنا اداها نعمه في عينيه ورفع قضيب الذهب، بمعنى ان هو وافق ان هي ايه؟ تدخل. كان في مره فيلم اتعمل عن أستير، معرفتش شفتوه ولا لا، كان بيتكلم بس كان جايب القصر بقى وهلمة القصر، وكان في عمر الشريف بيمثل في الفيلم ده، كان فيلم يعني مرعب يعني لما تشوف الامريكان لما يعملوا حاجه زي كده بيعملوا القصر، كان حاجه خطيره قوي يعني. طلبت أستير للملك كانت ان هو يقبل ضيافتها، وفعلا استضافته هو وهامان مرة، وفي المرة التانية شرحت له بقى الموضوع ان هامان عايز يعمل ايه؟ يبيد هذا الشعب. خد بالك ايه مشكلة ان هامان يبيد الشعب؟ حد واخد باله ايه الخطورة؟
مفيش خطورة؟ المخلص صح. النقطة دي نقطة خطيرة جدا، أنه تسقط النبوات. هم كان عندهم أمل ورجاء في المسيا القادم المخلص. لو هامان أباد هذا الشعب بالكامل يبقى إيه؟ سقطت النبوة بتاعت ابن داود، أن الملك الآتي هو ابن داود. خد بالك دي مرة. في مرة تانية في الكتاب المقدس كان ممكن برضو نسل داود كله ينتهي وتسقط النبوات. حد فاكر التانية دي كانت امتى؟ الناس اللي بتقرأ عهد قديم، مين؟ مين؟ احنا بص يا سيدنا، معانا شوية خمسات، خمسة جنيه يعني، معانا شوية خمسة جنيه هم. بصوا بقى، لو فضل خمسات يا سيدنا هياخدهم، فاحنا عايزين نخلصهم قبل ما ياخدهم سيدنا. ها الأخت دي ليها خمسة جنيه عندي. ها في مرة تانية، مرة تانية كان النسل الملكي سيباد بالكامل. ها قالت ايه؟ موسى مش من النسل الملكي خالص. لا اخد انا الخمسة جنيه. ها لا ابن سليمان، لا كان في حد تاني عايز يبيد النسل الملكي. ايوه تعالي بس انت، الاسم مش مظبوط بس تعالي. هي يعني ايه ابتدت تخش في الموضوع صح، تعالي. ها انا فاكره اللي هو كان حد عايز يبيد النسل الملكي وقتلوهم كلهم ساعتها. عمه يوشيا خدته. لا مش يوشيا، لا كان يوشيا. كان اسمها ايه؟ الملكة. مش فاكره بس. طب هي برضه يعني هتاخد الخمسة جنيه. الملكه وقتها كان اسمها عثاليا. عثاليا ارادت انها تبيد النفس للملكي كله، وعمت خدته كان اسمه يؤاش مش يوشيا، كان اسمه يؤاش. قلت يؤاش؟ طب تعالي خدي خمسة جنيه يلا هنفوتها سيدنا. ممكن؟ لا ما قلتيش عثاليا، قالت عثاليا. قلتي عثاليا؟ كان وربنا كان مخبي يؤاش. يؤاش صح كده. دي المرة التانية اللي كان فيها النسل الملكي سيباد وتسقط النبوة بتاعت ابن داود. يا جماعة انتوا بتتكلموا في شيء خطير، ان النبوة دي كانت رجاء اسرائيل في مجيء المسيح. فكون ان النسل الملكي يموت ما يفضلش منه حد. حد يعرف عثاليا دي كانت بنت مين؟ هايل عالي، بنت ايزابل. وانتوا طبعا عارفين ايزابل بتاع المملكة الشمالية، وجوزها كان اسمه ايه؟ لا مالكوش حاجة. فاضل كتير لسه عايزين نخلص. ها قلنا خدنا البقية بتاعت أستير، عندنا البقية بتاعت ايه؟ هايل. البقية بتاعت دانيال فيها صلاة عذارية وفيها تسبيحة الثلاثة فتية. تسبيحة الثلاث فتية الكنيسة بتسميها الهوس الثالث. كزمروت بشيسف نوتن تيني نيوتي ايكر هو ازمروت ايكر هو تشيسي شاني يعني. ماشي، صلاة عذارية الكنيسة بتسميها ايه؟ مش سامع. كنيسة بنسميها تنوهن سوق، نتبعك بكل قلوبنا ونطلبك ونخافك ونطلب وجهك يا الله لا تخزنا. أظن تنوهن سوق ده بتتقال كل يوم. دي صلاة عذارية، أو مش كلها يعني، صلاة عذارية طويلة قد كده الكنيسة واخدة
أجزاء منها وحطتها بهذه الصلاة، لكن كل تنقوهن سوق متاخدة منين؟ من صلاة عزاريا. عندنا كمان قصة سوسنة العفيفة، الكنيسة بتقراها امتى؟ عندنا قصة دانيال وكهنة الصنم بال او بعل، وطبعا انتوا عارفين ان هو دانيال الملك قال له طبعا انت مآمن بده، ده بياكلوا ويشربوا هم، قال له انت بس مش واخد بالك ده في حاجة سر لازم نعرفه، رش بودرة على الهيكل كله. تاني يوم لما فتح الملك المكان لقى آثار ايه؟ أقدام وباب خفي كانوا بيخشوا منه ياكلوا هذه المأكولات. يتبقى عندنا سفر اسمه سفر عزرا الأول. السفر ده موجود في الكنيسة الأنطاكية في البشيطة اللي هي بتاعتهم، موجود في النسخة اللاتينية. بالنسبة لكنيستنا بصراحة برضو أقول لكم ما لقيتش غير أبونا تدرس يعقوب هو اللي كاتب عنه، فأنا واحد من الناس اللي بعتبر نفسي تلميذ صغير عند أبونا تدرس يعقوب، لكن بقية الكتب ما جابتش سيرته اللي هي كتاب الأسفار القانونية، ما جابتش سيرة هذا السفر، بس هناخده كده برضو لازم نعدي عليه، أدام أبونا تدرس يعقوب قال يبقى احنا ماشيين معاه. بيتكلم عن محاولة إعادة بناء الهيكل، بيحوي القصة التاريخية اللي نقدر نقراها في سفر عزرا وسفر نحمية. يحوي شرحا لمبنى الهيكل الذي أقامه الراجعون من السبي وما عانوه من مشاكل. إبراز أهمية عبادة الله الحي، واهتم بالكشف عن الصراع بين اليهود والسامريين، وتحدث عن زربابل الذي أعاد بناء الهيكل وعودة عزرا إلى أورشليم. آخر حاجة هنتكلم عنها جزئين صغيرين. الجزء الأولاني هو صلاة منسة، الجزء الثاني هو المزمور 151. بالنسبة لصلاة منسة، حد سمعها قبل كده؟ مش هتاخد 5 جنيه يا بون، انت حسابك مع سيدنا، انا ماليش دعوه بيك. صلاة منسة بتتقرا بيوم سبت النور. ايه الحكاية؟ منسة كان واحد من اشر ملوك بني اسرائيل. اكرر، واحد من اشر ملوك بني اسرائيل، وكانت فترة حكمه طويلة، لكن ربنا حب يديله درس، فخسر الحرب وابتدى راح أشور واتسجن عند أشور، وهو في السجن صلى صلاة توبة. يبقى زي ما هو أشر بني إسرائيل فهو أيضا الملك الإيه؟ التائب، وأعاد ربنا إلى كرسي مرة تانية. هي صلاة بيسموها صلاة لإله التائبين. بيقول لك إيه؟ أنت الرب العلي الرحوم طويل الروح كثير الرحمة، أنت إله الأبرار، ولكنك لم تجعل التوبة للصديقين اللي زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنت التوبة دي لمين؟ للناس اللي زي حالاتي، بل جعلت التوبة لمثلي أنا الخاطئ. وبالتالي فبيسموها صلاة التائبين. أخطأت أكثر من عدد رمل البحر، كسرت أسامي ولست مستحقا أن أرفع عيني إلى السماء من قبل كسرة ظلمي وخطيتي. شفنا الحتة دي فين قبل كده؟ ها؟ ها؟ الفريسي والعشار. لست مستحقا أن أنحني من أجل كثرة رباطات الحديد، يعني الحديد اللي مربط في إيدي ورجلي مخليني مش عارف أسجد لك، ولا أرفع رأسي من خطاياي، لأن عارف أسجد لأني متربط بالحديد، ولا عارف أرفع رأسي لأن خطاياي كتير. والآن
احني ركبتي قلبي. واخدين بالكم الجمله؟ اذا كنت مش قادر جسديا ان انا اسجد قدامك، فانا بنحني ايه؟ بقلبي من جوه، واطلب صلاحك. اخطات يا رب، اخطات، انت هو اله التائبين. خد بالك ان التعبير ده يمكن يكون هو الوحيد اللي قاله، الله هو اله القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، لكن مناس قال عنه ان هو اله الايه؟ التائبين. اعتقد تمشي معانا حلو دي، مش كده؟ ان الانسان يقف قدام ربنا ويقول له انا كمان عايز اقدم توبه، انا كمان تقبلها مني، لان انت هو اله الايه؟ دي صلاه مين؟ اشر ملوك بني اسرائيل، ولكنه هو الملك الايه؟ هاي الناس بتحفظ يا سيدنا. اخر حاجة اتكلم عنها مزمور 151. ايه حكاية مزمور 151 دي؟ هو المزمور الاخير في سفر المزامير، اتوجد برضو في نسخة عبرية موجودة في مخطوطات قمران. وانا شخصيا كنت عملت بحث عن الموضوع ده مرة، ايه هي النسخة العبرية ترجمة عنها للعربي، والنسخة اللي معانا في الكنيسة ترجمة عنها للعربي. طبعا الكنيسة بتعمله لحن حلو وتبتدي بيه سبت الفرح، مش كده؟ ها؟ أنا كبابي كوجي. أنت عارف إن المفروض إن هي مش بتبتدي بيه سبت الفرح؟ المفروض إن أي حاجة بتبتدي في الكنيسة يا جماعة بتبتدي بصلاة الشكر. اشمعنى ده اللي بادئ بالمزمور 151؟ هو زي ما ابونا بيقول بالظبط، هي بتختم بيه سفر المزامير. المفروض ان الجمعه العظيمه بعد ما بنقول امين الليل ويزك سابتري او صوتي امون ووه نينان، ونختم بنقرا سفر المزامير. 50 مزمور يقراهم الاسقف، 50 مزمور يقراهم الكهنه، 50 مزمور يقراهم الشعب، 150 مزمور يتقروا، ونختم سفر المزامير. واحد يقف على باب الهيكل، او يقول لك رئيس الكهنه يقف على باب الهيكل ويقول المزمور الايه؟ اذا هو ختام سفر المزامير مش بدايه سبت الفرح. لكن اللي بيحصل غير كده، اللي بيحصل ان احنا بنوزع سفر المزامير على بعض، كل واحد يقرا له مزمورين ثلاثه، ونروح نجري كلنا قرصين طعميه عشان نعرف نسهر سهره ايه؟ سبت الفرح. فلما بنيجي بنبتدي بالمزمور 151، لكن اكرر تاني، هو المفروض ان ده بنختم بيه ها سفر المزامير. انا هو الصغير بين اخوتي، والحدث في بيت ابي. كنت راعي غنم وربنا شافني وخدني من وراء الغنم واجلسني مع رؤساء شعبه. يقول لك يداي صنعت الأرغن وأصابعي ألفت المزمار. بس يمكن يكون الشمامسة عندكم وعايزين شوية شغل مع بعض. مرة رحت يعني إبرشية من الإبرشيات، وسيدنا قال إيه؟ تعال نصلي تسبحة. قلت له أخاف بس الشمامسة اللي عندك يخسعوا. قال لا، ده احنا عندنا خرس شمامسه كده. ماشي. قلت له طب يا سيدنا تعالى اقف معايا على بحري والشمامسه كلهم لمهم فين؟ قبلي. ابتدينا من اول تنسينه على اخر الهوس الثاني كانوا شطبوا. ماشي. احنا كده تقريبا خلصنا الجزء النظري. هنقرا النبوه الثالثه من يوم الثلاث من البسخه المقدسه. هو في الحقيقة أنا كانت وجهة نظري إن إحنا عشان نشوف أمثلة من الأسفار القانونية التانية هنجيب الأجزاء أو من الأجزاء اللي في موجودة في الكتمارس القبطي، هنقراها ونبتدي نسأل فيها. اللي من يشوع ابن سيراخ بركاته علينا أمين. يا ابني أنت قدمت لخدمة الرب، هيئ نفسك للتجارب، قوم قلبك واحتمل ولا تنحل في زمان أتعابك، التصق به ولا تبتعد عنه. هنقف عند النقطة دي ونسأل سؤال، هو عايز يقول إيه؟ ها، أنت قلت إيه؟ تشدد وتشجع. عايز يقول أن التجارب هي جزء من الحياة. التجارب، أنت هتمشي مع ربنا، هيئ نفسك للتجارب. المسيح قال حاجة كده مشابهة.
في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا. تمام، هو ده كان انجيل النهارده؟ غشوا يعني. طب ماشي، اذا اول نقطه لازم نفهمها ان التجارب جزء من الحياه، ولكن الله هيعمل ايه؟ هيسند الانسان. واخدين بالكم؟ اذا كنت هتمشي في طريق الرب هيئ نفسك للتجارب. اوعى تفتكر اوعى تفتكر ان الطريق هيبقى مفروش بالورد، لا، هيئ نفسك للتجارب. ماشي، لكي تنمو في اخرتك اقبل كل ما ياتي عليك لتكون طويل الروح في ارض تواضعك، فان الذهب يمحص. مين النار ومين الذهب؟ ها، نار التجارب. ها، واحنا ايه؟ المختارين من الناس في اتون الذل، امن به فيصبرك، يديك صبر، قوم سبلك وليكن عليه اتكالك. ايها المتقون الرب انتظروا رحمته. انتظروا دي معناها ايه؟ انتظروا زي ما يقول لك انتظارا انتظرت الرب، معناها ايه؟ معناها ان في وقت هيعدي، وقت مش من اول ما هقول يا رب هينجيني في ساعتها. افهموا، لما يقول لك انتظارا معناها انك هتتلطع شوية. الى متى يا رب تنساني؟ ده قاعد معاه بيعمل ايه؟ ده قاعد منتظر. ما تتوقعش انك انت، كنت مرة بتكلم مع مجموعة شباب قلت لهم احنا بنتعامل مع ربنا زي الكمبيوتر، عايزين دبل كليك يا ربنا يستجيب. لا، عارفين الحكايه دي؟ زمان كان دبل كليك، دلوقتي بقت تاتش. ولو قال نوت ريسبوندينج يبقى الواحد عايز يكسر الجهاز اللي قدامه، معناها ان انا ايه؟ مستعجل. انتظارا دي معناها ايه؟ في وقت هتقعد في هذه التجربه وتاخد وقت، ومطلوب مني ان انا انتظر. افهم الكلمه، احنا النهاردة اللي بيتشكب دبوس عايز معجزة، مش قادر يستنى. حبيبي لا، ممكن ربنا يستجيب بس هتاخد. افهم دي، ادم قال لك هنا انتظر معناه ان الموضوع بياخد وقت. الى متى يا رب تنساني؟ معناه ان هو ربنا نسيه؟ لا، بس هي خدت معاه وقت، وهو ابتدى يزهق ويقلق ويتنرفز. وليه بس يا رب كده وانت ناسيني ليه؟ الى متى يا رب تنساني؟ انتظارا انتظرت الرب من محرس الصبح الى الليل، قاعد مستني ربنا يتدخل، وربنا لسه ما اتدخلش. افهم، انتظارا معناها ايها المتقون الرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لئلا تسقطوا. يا خائفي الرب امنوا به فلا يضيع اجركم. يا خائف الرب ارجو الخيرات والحياة الأبدية والرحمة. ماشي، هنشوف يوم الأربع الساعة 11 من ليلة، من ليلة الأربعاء. ده سفر الحكمة، اللي فاتت دي كان يشوع بن شراخ، دي سفر الحكمة. أن الحكمة تتحرك في كل متحرك، موجودة في كل حتة يعني. متى تبلغ وتأتي على الكل من أجل طهارتها؟ فإنها لهب قوة الله وفيض من المجد المقدس الذي لضابط الكل، فلذلك لا يقدر أن يقربها شيء دنس، لأنها ضياء النور الإلهي الأزلي ومرآة أعمال الله النقية وصورة صلاحه، تقدر على كل شيء، وهي واحدة تجدد كل شيء، وهي ثابتة في ذاتها وفي كل جيل تحل في النفس الطاهرة. هنقف عند الكلمة دي، ايه اللي انت شايفه في الجزء ده؟ اقنوم المسيح الكلمة. عايز بقى ايه؟ كلمة معينة تؤكد الكلام اللي بيقوله الأستاذ، يعني هات لي كلمة معينة تؤكد انه بيتكلم عن المسيح مش بيتكلم عن حاجة تانية. ها، ضياء النور الأزلي، الله هو نور العالم، قال كده.
ايوه، ودي كان عليها مشكله ايام اريوس كبيره قوي. نعم، لهيب قوه الله. يكمل بقيه الجزء. تجعلهم شركاء الله، شركاء في الطبيعه الالهيه، تصيرهم انبياء، لان الله لا يحب احد الا من يساكن الحكمه، لانها ابهى من الشمس واسمى من كل مركز النجوم، اذا قيست بالنور تقدمت عليه. ليه؟ لان النور يعقبه الليل، اما الحكمه فلا يعقبها ظلام. نور لا يدنى منه، والمسيح هو ايه؟ اخر جزء هنقراه، هنقرا صلاه منسى كلها في سبت الفرح. بالظبط كده، في قرايات سبت الفرح. يا رب ضابط الكل الذي في السماء، اله ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب، وزرعهم الصديق الذي خلق السماء والارض وكل زينتها، الذي ربط البحر بكلمه امره وختم فمه باسمه المخوف المملوء مجدا. إذن هو بيتكلم عن ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي هم الاباء الكبار، الذي يفزع ويرتعد كل شيء من قوته، لانها لا تحد، وعظمه عز مجدك، ولا يدرك غضب ركزك على الخطاه وغير محصاه، ولا مدركه رحمه ارادتك. انت الرب العلي الرحوم. خد بالك بقى، هنا ابتدى ايه؟ يتكلم عن الرحمه. طويل الروح، كثير الرحمه، بار، متاسف على الشر، شر البشر. انت يا رب على قدر صلاحك رسمت توبه لمن اخطا اليك، وبكثرة رحمتك بشرت بتوبة الخطاة لخلاصهم. أنت يا رب إله الأبرار. إذن أول لقب هنا بيقولوا الأول إله الآباء، وبعدين هنا إله الإيه؟ الأبرار. لم تجعل التوبة للصديقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب هؤلاء الذين لم يخطئوا لك، بل جعلت التوبة لمثلي أنا الخاطئ، لأني أخطأت أكثر من عدد رمل البحر. حد يعرف الكنيسة بتقول رمل البحر دي فين؟ مراحمك يا إلهي. مراحمك يا إلهي. كسرت أسامي، ولست مستحقا أن أرفع عيني إلى السماء من قبل كسرة ظلمي، ولست مستحقا أن أنحني من أجل كسرة ربطات الحديد. زي ما قلنا من شوية، الحديد مربط في إيدي مش عارف أسجد، ولا أرفع رأسي على ان خطاياي كثيره. والان بالحقيقه قد اغضبتك ولا راحه لي، لاني اسقطت رجزك، والشر صنعت بيديك، واقمت رجساتي واكسرت نجساتي، والان ان احني ركبتي قلبي من جوه، من القلب من جوه، واطلب من صلاحك. اخطات يا رب، اخطات، واسامي انا عارفها، ولكن اسال واطلب اليك يا رب اغفر لي، ولا تهلكني باسامي، ولا تحقد علي إلى الظهر، ولا تحفظ شروري، ولا تلقني في الدينونة في قرار أسفل الأرض، لأنك أنت هو إله، إله الآباء، إله الأبرار. وهو مسك بقى في إله التائبين دي واشتغل عليها. وفي اظهر صلاحك، لأني غير مستحق، وخلصني بكثرة رحمتك، فأسبحك كل حين كل أيام حياتي، لأنك أنت هو الذي تسبح، لك كل القوات السماوات، ولك المجد إلى الأبد. أمين. كل سنة وأنتم طيبين. أظن طبعا ما رضيتش أتكلم قبل سيدنا عشان بندوركم الأول، تقدروا قد إيه وقد إيه إدمانكم هدية جميلة ممتعة النهاردة. سيدنا متعنا وأشبعنا، وخصوصا هذا الجزء من الكتاب المقدس في كتير بيهملوه وما بيقرهوش وما بيستشهدوش بيه، فعشان كده قصدنا ان يكون الكل على علم بيه. نشكر نيابتك واستجابتك وحضورك.